وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أكد المسؤول التنفيذي لمنتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهات سيف على ضرورة توضيح التعريف بمفهوم ريادة الأعمال. وأضاف سيف أن المشروعات الابتكارية هي قاطرة الاقتصاد العالمي. كنا بنقترح أن يتم التعريف في قانون الاستثمار لريادة الأعمال تعريف واضح وصريح للقطاع كما نتمنى. وبنقترح أيضا لأن هذا القطاع هو قطاع جديد بالكامل ومش هنخترع العجلة. يعني أول من بدأ هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الستينات اللي أنتجت في باكورة إنتاجها الترانزستور، كان الثالوث المقدس لهذا القطاع هو الدعم الحكومي، الجهات البحثية ورائد الأعمال. يبقى أنا النهاردة لازم أخد نفس العناصر مرة تانية، لازم يبقى فيه شراكة واضحة جدا ما بين الدعم الحكومي والجهات البحثية كالجامعات وغيرها، وأيضا رواد الأعمال من خلال منطقة حرة ذو طبيعة خاصة بتشريعات مرنة. وهنا بتكلم عن تشريعات، اتكلم عن قانون العمل، واتكلم عن التعديلات المطروحه لقانون تفضيل المنتج المحلي، واتكلم عن تعديلات هيئه الرقابه الماليه، واتكلم عن السياسات الحكوميه الخاصه بالسياسات الماليه والتمويل. وهنا التمويل يعد من اهم العوائق التي تقابل هذا القطاع في مصر،